أنا أسأل سيادتك، هذا الكتاب الجميل لسه أنا لم أقرأه، اللي هو حضرتك أستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، نحو تأسيس عصر ديني جديد. هل هذا الكلام الذي تقوله في هذا الكتاب تعتقد أنه مطلق ولا تشك فيه؟ وإن لا لا لحظة لحظة، أنا سأتولى الإجابة، أنا سيد الفاضل، أنا سأتولى هرد الإجابة. هرد على فضلتك بعد ما تخلص. أنا أسأل سؤال، هرد على فضلتك بعد ما تخلص. لو عايزنا نرد دلوقتي أرد. أنت أستاذ اللغة العربية، هذا السؤال ليس حقيقيا، ليس سؤالا، في سؤال حقيقي وفي سؤال كذا، هذا السؤال تقريري لي أنا أرد عليه. إن كنت تعتقد حضرتك أن هذا الكلام مطلق فقد سقط مذهبك. وإن كنت تعتقد أنه مشكوك فيه فأرجو حين تتأكد أهدي إلي كتابك. ثم أسأل حضرتك، ثم أسأل سيادتك، كيف كتب القرون الأزهر؟ يا لا 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 لا، وأنا نفسي أزهر. اسمح لي أعبر عن رأيي. تفضل حضرتك. علي ما تطلب، انا مش بصادر ولا حاجه، يعني حضرتك يعني حولتها المعركه بين اطلاقا جبتين. انا ما حولتش والله، انا باخد من كلام سيادتك اهو، في ان احنا جامعاتنا الان من اكثر من قرن من الزمان، فيها الهندسه، فيها الطب، فيها الزراعه، فيها الصيدله، فيها الطيران. احنا حتى الان مش قادرين نصنع كاوتش سياره. لا أحدثك عن السيارات، لا أحدثك عن الأسلحة التي تباع لنا ليقتل بعضنا بعضا. نحن يا سيدي فاضل بنشتري الموت بفلوسنا. هذا هو، معلش، هذا هو ما يمليه عليه ضميري أن أقوله في هذه الجلسة حتى ألقى الله، وأنا يعني قدمت بعض الشيء. سيادتك حضرتك يعني قلت التجديد ده، أنا زي بيت أبويا، أنا مثلا أحبه وأقدره ولكن لا أسكن فيه وأنتقل إلى بيت جديد. هذا ليس تجديدا، هذا إهمال وترك وإعلان يعني الفرقة للبيت الوالد مع احترامه. التجديد يا سيدي في بيت الوالد يكون في بيت الوالد، ويكون بدل ما يكون طوب أخضر ولا لبن، أعيده مرة أخرى بما يناسب أنماط البناء والمعاصرة. ليس الأشاعرة كما تفضلت يقيمون عقيدتهم على أحاديث الأحد، هذه الأمور ندرسها، أنا درستها أيام أن كنت طالبا في القسم الثانوي، وأذكر شكل الشيخ ووقفته الذي درسني هذا، وأن الأشاعرة والماتريدية بل والمعتزلة قبلهم لا يمكن أن يقيموا مسألة واحدة في أصول العقائد إلا على الحديث المتواتر أو على القرآن الكريم. أن نسمع اليوم أن الأشاعرة يقيمون عقائدهم على الحديث الأحاد اللي هو الذي يفيد العمل الظن ولا يفيد العلم، طبعا وبعد هذه الفترة الطويلة أكيد أن هذا يعني خاطرة وليست مسألة علمية مبحوثة. التراث يعني الكلام عن التراث كلام عجيب. هذا التراث يا سيدي الذي يعني نهون من شأنه اليوم، نهون ونهول في تهوينه. هذا التراث حمل مجموعة من القبائل العربية التي كانت متناحرة ولا تعرف يمينا من شمال في ظرف 80 عام، إلى أن يضعوا قدمهم في الأندلس وقدمهم الأخرى في الصين، لأنهم فعلا كانوا يعرفون أو وضعوا أيديهم على مواطن القوة
في هذا التراث. هذا التراث خلق أمة كاملة وتعايش مع التاريخ قبل أن نلتقي بالحملة الفرنسية. العالم الإسلامي كيف كان يسير؟ ما الذي كان يسيره؟ أليست قوانين الشريعة الإسلامية؟ أليست التراث؟ فإذا تصوير التراث بأنه هو كان يعني شيئا يورث الضعف ويورث يعني التراجع، هذه مزايدة على التراث. احنا نحفظ من الإمام أحمد بن حنبل حين قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي وخذ من حيث أخذوا. إذا مقولة التجديد مقولة تراثية وليست مقولة حداثية. والحداثيون حين يصدعوننا بهذا الكلام دول مزايدين على التراث ومزايدين على قضية الأمة المعاصرة الآن، المعاصرة الآن. نعم، التراث ليس فيه تقديس، وهذا تعلمناه من التراث ولم نتعلمه من الحداثة. بالعكس، أنا كنت أتوقع أن الناس يقولوا: أين التراث مما نحن فيه؟ لأن كل التراث شخصيتنا انتهت. هو احنا يعني حضرتك حدثني شخصيتنا ايه كعرب ومسلمين؟ لا شيء الان، لا شيء، لا شيء الان. ده يقضى في امورنا، يقضى في امورنا. وانا كنت في منتهى الخزي وانا اشاهد ترامب مع في اسرائيل. طبعا هم الذين يخططون ويقولون ويتحكمون ويحلون المشاكل. لا يوجد احد عربي ولا احد مسلم. فهذا هو، هذا هو المجال الذي يجب أن نحارب فيه. ولعلك يعني أنا أرجو أن تكون على علم بما وراء الأكمة. المسألة مش مسألة، بالعكس، حرب التراث دي وحرب الحداثة هذه أيضا يعني شيء مصنوع صنعا يعني تفويت الفرص علينا. هناك مكينة خبيثة ملعونة حتى تدير نمط التفكير. أرجوكم ابحثوا عن مشكلة غير التراث، وشكراً.